اهلا وسهلا اعزائي المتابعين في كل مكان في مصر. احنا هنا في الدقي عند اهل فؤاد الله يرحمه. فؤاد مات غدر. فؤاد كان ماشي في حاله في شوارع بولاق الدكرور، فجأة واحده طلع عليه بلطجيه، نادوله وقفوا اتكلموا معاه، وقف معاهم عادي بحسن نيه وبيتكلم معاهم. فجأة واحده اتلموا عليه وبدأوا يخشوا معاه في مشاجره. واحد منهم طعن وطعنه وقتله في ساعتها. احنا دلوقتي عند اهل المجنى عليه هيحكوا لنا القصه كلها والتفاصيل كامله. اول حاجه البقاء لله يا حاج، عايزك بس تحكي للناس كده ايه اللي حصل. بس معلش بس استاذنك بس تعلي صوتك يا حبيبي. انا ابني ماشي رايح عند عمته في بلاد، احنا ليله بيتين هناك، خلص الفرش بتاع الفاكهه ورايح عند عمته، في جيبه الفلوس، حاطط ايده في جيبه زي ما انا وريتك في الفيديو في الصوره، وهو ماشي في حاله. ندى عليه شباب ماشي، تعالى يا بروزه تعالى يا بروزه، راح لهم بيقول لهم في ايه، زي ما انت شفت كده واقفين بيتكلموا معاه، هو مش بيجي لحد اخوانا مش عارف ايه. انا ما شفتش يا ابني عشان انا ما كنتش واقفه ولا كنت موجود على الفيديوهات اللي موجوده وعلى حكيان الشباب صحابه. قال لك الولد ده كان محبوس في اسم الدق، وعربي ابنك ضرب الولد ده، نايمه جنب، لا مش ضربه، نايمه جنب دوره الميه. فهو شاف بيقولوا له يا بلوطه يا زكوك، قال لك هو ده اخو عربي زكوك. راح نادى عليه على يا بلوطه، راح كلموه مش عارف ايه، قال له انت اخوك عربي مش عارف، الله اعلم برضه زي ما انت سمعت في الفيديو، وريت لك الفيديو معايا وكلمتوه ماشي. هو ماشي عاير اداله بالدماغ والتاني بيعمله بالمطوه كده كده كده، وهو عمال يبعد. جه عيل من وراه انا ما اعرفش اساميهم، جه عيل من وراه بيوشوشه كده، التاني راح مديله بالمطوه هنا، وابني فضل واقف بيقول لك رايح يشتري منه كيس باودر كيس مخدرات. هو لو بيشتري كيس مخدرات ابني بعد الضربه اللي خدها والدم اللي نزل منه ده وفضل ماشي شارع طويل، هو هيمشي ده ابني، ده ابني، ده بلوطه زكوك، ده الراجل اللي بص هو ربنا اللي عمل كده، والايه ربنا سبحانه وتعالى ريد له كده، ده ابني. بص يا حبيبي ده ابني وهو صغير في المدرسه ماشي، ده ابني اهو، ده مش عيل يعني بيشرب اهو. بص صاحبه بيقول عليه ايه، ماشي ده فيديو، ده ابني مش منظر عيل بيشرب، اللي بيقول لك رايح يشرب ده ابني. طيب حضرتك عمل فيه ليه كده يعني؟ خليه عم بالفرد قدام المباشرين كلها ضربه، خليه ضربه وهي ما حصلتش يا عم، اضربه زي ما ضرب، تموته وياخد 15 سنة. طب فين؟ أنا عايزة عايزينك تحكي لنا اكتر، عايزينك تحكي لنا اكتر عن بلوزه ايامه الاخيره كانت ايه، او يعني في يعني كان ايام بلوزه الاخيره. هو في الاول كان بيشرب حشيش تمام ماشي يا ابني، جه بطل وقعد في حاله ملوش دعوه باي حد، قعد يقولوا ده اتجنن ده مش عارف ايه ده، وبيمشي في حاله بيطلع على فرشه وبيجي ما بيرضيش حد. قال اللي يرضيه لما كان يجي حد يكلمه كان يتخانق معاه ويضرب، لكن ما حدش كلمه يضرب الناس كده، كان بيقعد يجيب الكرسي ويقعد في حاله قدام البيت. بعد كده لما لقى العيال بقى ايه يعني صحابه والدنيا والدين، ولا نفسه كده تعبان بقى يخش يقعد في الاوضه لوحده. مالك يا ابني فيك ايه؟ مفيش حاجه ياما. طب يا حبيبي انت عايز حاجه؟ يقول لك لا.
انا بصي انا رايح، انا في ناس ايه يا رب استغفر الله العظيم، ياما هيخونوني ياما هيغفلوني. بقول لهم مين اللي هيغفلوك يا ابني؟ قال لي ما اعرفش. طب في ايه يا بارود؟ اقول لي. قال لي الناس كلها وحشه. قلت له الناس كلها بتحبك يا ابني. قال لي لا ده هيغفلوني ياما. قلت له مين اللي هيغفلوك؟ قال لي ما اعرفش. ببص لقيته بيقول لي يا بارود طب تعالى اجوزك، يمكن انت تعبان ولا حاجه، تعالى اجوزك لما تتجوز ويبقى معاك عيال هتبقى كويس يا ابني. قال لي لا ياما انا هتجوز من بنات الحور. بقول له ايه يا بلوطه الناس سابت الدنيا كلها اتجوزك انت من بنات الحور؟ قال لي اه انا مكتوب لي ان انا اتجوز من بنات الحور. نزل من ملك من فوق قال لي انت هتتجوز من بنات الحور. قلت له ايه التخريف اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ قال لي واقف على باب الجنه هاخد ايدك ياما، لو انت ظلمتني انا مسامحك واخد ايدك وهدخلك الجنه. بقول له يا لهوي يا بلوطه طب اقعد على حته. انا بفتكره بيقول اي كلام. لقيته بيقول لي ايه؟ وما انت على طول حزان كده، عايزك تفرح، عايز اشتغل وحججك، خليك تروحي تحكي يا ابا. بقول له ان شاء الله يا بنوت انا عايزك تتجوز بعد كده انا احج. تعالى هو ده بنوت التاني، هو ده التاني بنوت ماشي. فبقول له هتحججني يا بنوت؟ قال لي اه حججك يا ابا. قلت له اشتغل يا ابني واتجوز وانا كده مبسوط. قال انا مش لاقي ان انا اتجوز من بنات الارض يا ابني. حتى راح للناس من العزبه وقال لها الكلام ده. يعني من نفس المنطقه من هنا. يعني هو كان حاسس ان في حاجه هتحصل. ايه؟ هو كان حاسس ان في حاجه هتحصل. لاني ما بقول له خد يا بلوزه، بيقول لي هو انت ام عربي ولا ام بلوزه؟ بقول له ربنا يخلي الاثنين يا ابني. قال لي لا ياما انت النهارده ام عربي بس. بقول له اللي بيخليك كده تقول كده يا ما كانش فيه يعني كده. انا طول 5 دقايق ربع ساعه بالظبط وجت المباحث بتقول لي فين باروزه. قلت لهم ده بيقول رايح اشوف عمتي في بلاد، هي الحكومه خدته ولا ايه؟ قال لي حاجه زي كده. قلت له ابني مات. قال لي ايش عرفك؟ قلت له انا بقول لك ابني مات. قال لي ما اعرفش بس وربنا بقى هو. نرجع معاك. اول حاجه البقاء لله. انت اخت بلوزه الله يرحمه. احكي لنا بقى لما عرفت الخبر. يعني كنت والدتي رنت عليا قالت لي والدك فين وكده. قلت لها جوه. قالت لي طب بلوزه نايم ولا صاحي؟ قلت لها مش في البيت. فوانا معاها على التليفون المباحث جت لوالدتي وقالت لها هو فين بلوزه؟ قالت لها بيجيب حاجه من بولاق. راح قال لها بتقوله في البيت. قال لها طب بصينا عليه في البيت. قلت لها يا امي مش في البيت. راحت قالت لي ازاي؟ قلت لها والله ما في البيت. راحت قالت له هو في حاجه؟ قالت له ازاي في حاجه؟ قالت لها قال لها اتاكدي لنا بس هو فين. فبعد كده راحت قالت له طب هو ابني جرى له حاجه؟ قال لها بس اتاكدي لنا. قالت له لا انا ابني مات. قال لها انت قلتي لي كده؟ انا مش هكلمك هاتلنا اشرف اللي هو والدي. اديني اشرف اكلمه. اديت التليفون لوالدي. لقيت والدي ماسك الدموع. بقول له مالك يا بابا؟ بيقول لي مفيش. بقول له ما فرضت حاجه؟ قال لي لا ما تقلقيش. قلت له والنبي يا بابا في حاجه؟ قال لي لا انا رايح هو مغمى عليه بس. بعد كده رحت والدتي رنت عليا تاني قالت لي تعالي على الفرش احنا بنبيع فاكهه وخضار. قالت لي تعالي لي على الفرش. قلت لها ليه في حاجه؟ قالت لي تعالي لي عشان اخوكي مغمى عليه، هما كل دوت مش عايزين يقول. فالمهم انا رحت على الفرش ففي واحده جنبنا على الفرش راحت مع والدتي بكلمها بقول لها قالوا اخدت مؤية هو في حاجه؟ قالت لي بقى نص مات. قلت لها لا ما ماتش هو مغمى عليه. انا اخويا كان كله بيحلف في جدعنته. كانت امي ساعات وهو جاي من الشغل تقول له انت خلصت فلوسك على ايه؟ يقول لها الاطفال، اطفال هم اللي هيدخلوني الجنه. قسما بالله قسما بالله والادم بيدي انا وانا بكذب في اي كلمه. انا اخويا كان احن عليا من اي حد. كان بيتخانق معايا ساعات كان كله بيتخانق يعني كان بيتخانق معايا ساعات مفيش اخ واخ ما بيتخانقوش. عامل 500 جنيه في جيب. انت ضيعت ال 500 جنيه يا بلوطه؟
يجي عايز من الشاي يقول لي يا خالتهم عربي، يقول له ايه؟ يقول لي بلوزه جاب لي العيال كلها شيبسي بحاجه ساقعه، اقول له بال 500 جنيه كلهم، يقول لي اه جاب لهم شيبسي بحاجه ساقعه. اقول له يا ابني، يقول لي دول هيتاخروا لي كنه يا فعلا يا ابني. وانت بتدفن الاطفال كلها كانت فوق التربه من قد كده لقد كده لقد كده، وكل اللي يعدي يقف قدام الصوره، وهوريك الصوره في الشارع بره، العيل الصغير كده يقف يقول لي الله يرحمك يا بلوزه. في عيل شاف صورته في وزاره الزراعه عمال يعمل لي كده، بقول له في ايه يا مصطفى مالك؟ عيل صغير لو جبته لك دلوقتي يعمل لي يا خالتي، بقول له في ايه؟ قال لي بلوزه اهو الله يرحمه. بعد كده اللي هو يعني بنتكلم في اللي هو 20 سنه ده صغير فهياخد 15، اي حد دلوقتي الواد دوت، الواد اللي هو اسمه مصطفى ده اخوه ميت مقتول في بلاد دكرور، هو من عيله الغفير، العيله دي كلها ميته مقتوله وبتقتل وكده، وعادي بالنسبه له ده شغلته. عيل يعني عيل يقتل راجل شاب عنده 27 رسالة بس عايزك توجهيها لبالوز الله يرحمه، لو في رسالة عايزة تقولها له، لو في رسالة عايزة تقولها لبالوز دلوقتي الله يرحمه تقولي له ايه؟ بالوز ايه؟ لو في رسالة عايزة تقوليها لبالوز دلوقتي الله يرحمه، رسالة تقوليها لفؤاد تقولي له ايه؟ اقول لابني ولا اقول لمين؟ قولي لابني؟ هقول له يا ابني لو انا ربنا اداني طول العمر انا تريح. بلوزة كان بالنسبة لك ايه؟ كنا على طول نير ونير، معرفش اللي هو بيتنقل معايا عشان اللي هو هيوحشني، معرفش اللي هو انا والله كان على طول يقول لنا الكلمة دي، يقول لي انا لو جرالي حاجة انتوا هتتبهدلوا من بعده. فعلا ما كملتش حاجات كتير وكل واحد بان على حاجة. انا اخويا والله كان الظهر والسند واحنا ما نعرفش، كان الظهر والسند واحنا ما نعرفش، كان محدش يقدر يبص لنا بصه مش عاجبنا. دلوقتي مش عارفه، انا حاسه ان انا من بعد اخويا والله اتكسرت بجد. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، وان شاء الله هو ان شاء الله في الجنه باذن الله، ربنا يرحمه ويغفر له. اعزائي المشاهدين كده نبقى وصلنا معاكم لنهايه اللايف، نشوفكم في لايف جديد.